كابتن احمد سعيد لزميلي برضو الباش مهندس الباش مذيع. يا صباح الفل يا عبد الرحمن. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. الجمال ده يعني فعلا الشغل والمجهود اللي بذلتوه باين من اول يوم ما كان هيبقى فيه تطوير، وانا كنت متوقع جدا ان هتوصلوا لشيء جميل جدا. شكرا جدا ليك وللرؤية الفنية اللي انت حطيتها ولكل المجهود اللي عملوه كل اللي احنا افراد حطيناها الصحة والجمال. ايه؟ اللي احنا حطيناها طبعا اللي انت حطيتها فعلا. عامل مش مذيع. الحمد لله تمام. انا حابب برضو ان انا من خلالك ان انا اقول ربنا يتيح الغمه دي اللهم وتعدي امين. الازمه اللي احنا فيها والشعب كله يعني يصمد في الحظر. هو القعده في البيت، يعني انا عايز اقول لك بقى من الطرائف اللي حاصله معانا، انت اتفضل. طبعا احنا لمده ساعه على الهوا بيت عبده وشيما بتشوفوا اللي بيحصل فيه، أكيد. لكن ان تتخيلوا بقى ايه اللي بيحصل واحنا في الحظر في البيت. ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم لبعض. أنتوا من الشخصيات الجميلة جدا اللي بعزها جدا وبحترمها جدا، ومن الشخصيات اللي فعلا طموحة وعندها هدف وبتحققه. يعني شكرا على الكلام الجميل يا عبد الرحمن. برنامجك من البرامج القريبة لقلبي جدا وبعزها جدا وبحترمها جدا. فيها حاجة كده أكني أنت عامل شيء وبتبنيه، فشايف النتاج بتاعه، فده شيء بيسعدني جدا. وتحياتي ليك وتحياتي لشيمة، وصباح الفل عليك.